كبيرة مثل الصحراوية والصناعة السوق والجغال. حنا الآن في جناح ديمال الطاقة الشمسية اللي رايحة في هذا الصالون خاص بالفلاحة الصحراوية. حنا نشجعوا مثل هذا النشاط اللي راح يكون يعني بالشيء الإيجابي خاصة بالنسبة للفلاحين تاعنا، لأنه منطقة تاعنا معروفة بالفلاحة، راح يكون يعني جد مهم الاستعمال تاع الطاقة الشمسية هذي. وحنا كغرفة إن شاء الله راح تكون عندنا يعني عمل مع هذه الشركة اللي راح نناقشوا معاها يعني اتفاقيات باش نكونوا المتعاملين تاعنا في هذا المجال.